البرمجة الصيفية. البرمجة الصيفية للإذاعة الوطنية. كلمات متقاطعة كل جمعة من مالي ساعتين للأربعة مع عبير بوليلا. كلمات متقاطعة. فلاش سبور. أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية اليوم انطلاقا من 6:30 متاع العشية بتوقيت تونس. أنظار العالم ستتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس اللي باش تشهد افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024. حفل الافتتاح غير مسبوق لأول مرة خارج الملعب الرئيسي. حفل الافتتاح سيقام على ضفاف نهر السين في العاصمة الفرنسية. إن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معنا زميلتنا سنال برهومي مبعوثة الإذاعة التونسية لتغطية الألعاب الأولمبية ومزيد من التفاصيل خاصة عن أجواء حفل الافتتاح. والمشاركة التونسية في الألعاب بدأت البارح من خلال رياضة الرماية بالقوس والسهم مع البطلة التونسية رحاب الوليد. رحاب اللي احتلت المرتبة 62 من جملة 64 رامية حققت علامة ب 593 نقطة. ورحاب الوليد ستواجه في الدورة 32 نهار 30 جويلية 6:30 متاع العشية صاحبة المرتبة الثالثة الصينية يانغ. نسمعوا رحاب الوليد اش هو حكايات بعد منافسات يوم أمس. جبت 593 حق الترتيب مش عارفة قداش ل 62 الحمد لله. معناها في المتوقع بصراحة أني أصلا كنت نتبع في التابلو يا ربي ما نجيش لخرا على خاطر راهي العصارة راهي هذه الـ64 طفلة عصارة العالم أجمع. أني راني أصلا يشرفني أني من بين 12 مليون توانسة نترشح الوحيدة والأولى على رياضة القوس والسهم. يشرفني زادة أني نكون معناها زوز بناتك هو من إفريقيا كاملة باش أني نتحصل على المرتبة باستحقاق البطاقة متاعي بالترشح متاعي. والحمد لله والله اليوم صراحة كنت نرمي مستراسية برشة خاطر كما حكيت مبكري راو الفلاش يمشي ويرولي الريح يأثر لي فيه. الشمس رايك دور معناها تتبدل لي الجروب مو يمين ويسار خاطر ريتك يبدا الرجلاج متاع القوس مش مريقل تأثر برشة أكثر من العادي. معناها والله غالب أنا حاولت أني وكنت خايفة برشة معناها تصير ليش حاجة في اللار كي تكسر ليش فلاش ولا حاجة نبقى واحلة نخرج عندي هرك واحدة. راني والله فرحانة علاش خاطر أني والله كنت متوقع الأسوأ بلهم الرماية سهلة راني الرماية عمرها ما تكون سهلة إن شاء الله. أسمع أني عندي القليب وعندي ربي سبحانه وتعالى وعندي تعاوي أمي بابا وعائلتي وبحول الله تونس كاملة باش تدعي لي وإن شاء الله ربي يوفقني حاول الماكسيموم بوسيبل بحول الله نكمل نضرب على بلادي وعلى درابو بلادي لآخر لحظة وما نسلمش بحول الله مهما كانت الصعوب والظروفات والظروف العراقية. شكرا لرحاب الوليد لرغم الظروف الصعبة وصعوبة التحذيرات ولكن شاركت وتأهلت للدورة 32 وستواجه كما ذكرنا الصينية يانغ يوم 30 جويلية القادم. بدينا نتعرف على نتائج القرعة في بقية الرياضات. في المبارزة بالسيف دورة 32 فارس الفريجاني سيواجه بطل كوريا الجنوبية. بطل أولمبياد لندن 2012 المواجهة الأولى لفارس الفريجاني يوم غد 27 جويلية نهار السبت. نسمعوا فارس الفريجاني شنو حكى على تحذيراته على حظوظه قبل ملاقاة البطل الكوري الجنوبي. فارس الفريجاني نلعب مبارزة السيف عمري 27 سنة وإن شاء الله باش نلعب ثالث ألعاب أولمبية عندي. دخلت الفيلاج لو 22 جويي وتوا عندي نهارين لهنا والحمد لله توفا تري بيان. الجو باهي بالبدا لقيت دي كومباتريوت شفتهم آخر مرة عندي برشا سنين عندي حتى شكون مشيت مع جزر في جورا جونيس 2014 جمسهم تري بيان وبعني فما بوكو دو فيزاج في الميلي وصافا الحمد لله. نلعب إن شاء الله لو 27 نهار السبت نص نهار ونص. ان شاء الله نلعب احسن ايسكريم عندي ونحلم باش نحقق حلمي بقدر ربي. ان شاء الله يا ربي نفرح شعب تونس الكل وتحيه تونس ان شاء الله ديما الفوق. هذا بالنسبة للذكور. هذا فارس الفرجاني. في الإناث إيمان أو إناث دغفوس تواجه
الجزائرية زهرة الكحلي في الدور 64، والمتأهلة من المباراة هذه ستواجه المصنفة الأولى عالميا سارة بالزير. إلى رياضة التنس، معز الشرقي المصنف 384 عالميا سيواجه يوم غد البريطاني دانييل إيفانس المصنف 59 عالميا. هذا معز الشرقي يتحدث بعد تعرفه على منافسه في الدور الأول ضمن مسابقة التنس في الألعاب الأولمبية. Moi, je suis qualifié pour les Jeux Olympiques de Riz à Fino Warbachi. Nous avons tennis, Inch'Allah, le David Tennis, Harisubt, Hede Sabachin, Othmani Achin, Hede Rab Alan Harin, Yanni Harisubt, Halahad. Lyon, Khaljit al-Para, nous avons dit le Britannique Daniel Evans, Yanni Daniel Evans, joueur Kbir ACQ. Bien sûr, في جو الألعاب الأولمبية هوني تشوف tous les athlètes ou كيفاش يترينوا ou كيفاش في الفيلاج الأولمبيك هوني يعني هو حلو. لي ستار شفتهم نادال جوكو هو حلو. بيان سور يعني في رولان غاروس العباد الكل تترينا مع بعضها. دونك شكون قابلت؟ قابلتهم الكل براتيكمون. دونك فما رافائيل نادال، الكاراس، جوكوفيتش. دونك لاعبين كلهم هوني زاد هما حاضرين يعني باش ياخذوا باش يلعبوا الالعاب الاولمبيه هذوما. دونك فوالا الحقيقه في الفيلاج الاولمبيك هوني امبيونس باهيه. الوفد يعني قايم يعني معتني بينا و مومش خلينا يعني انا تو سكي فو. يعطيك الصحه. موافق عايشة. آخر كلمة. إن شاء الله نشوف برشة توينسا يجي ويشجعوني في رولان غاروس. هذا أول مرة نلعب يعني في رولان غاروس ونلعب الألعاب الأولمبية. إن شاء الله يكون جمهور كبير برشة. وحبيت نشكر زادة رئيس الجامعة والجامعة التونسية اللي موفرت لنا يعني كل الدعم باش نلعبوا يعني على سيركوي أي تي بي. هذا كان معز الشرقي في رياضة التنس. إلى الجيدو، سارة المزوغي في وزن أكثر من 78 كيلوغرام تواجه البرتغالية راتشيل نونيز نهار الجمعة القادم، الجمعة 2 أوت. هذه سارة المزوغي تتحدث على حظوظها قبل ملاقات البرتغالية. مازلنا كعرفنا التراج، جيت مع البرتغيز ان شاء الله نعرفها، عندي شهر التالي لعبت معها في ستاج دونك عرفت كيفاش تخدم. ان شاء الله نكون حاضره نهار 2 اوت وان شاء الله مربوحه ان شاء الله. مازلنا كتخنا البارح في الفيلاج، دونك البارح عملنا انترينمون خارج الفيلاج في انيير، واليوم عملنا انترينمون هنا في سالة مسكولياسيون. الحقيقة فما كل شيء متوفر، سبعة على الاخر عملنا انترينمون بيه. بتبيعة كبرت وكل يوم تكبر وكل يوم تكبر اكثر. ان شاء الله نحن خدمنا وعملنا اللي علينا، تعبنا وان شاء الله النتيجة تجي ان شاء الله. شالا بالتوفيق لسارة المزوغي وايضا لأميمة البديوي في الجيدو وزن أقل من 48 كيلوغرام. لبديوي ستواجه يوم غد الفيتنامية هوانغ. إلى الملاكمة، الجمعة 2 أوت القادم، خلود الحليمي في وزن أقل من 57 كيلوغرام تواجه في ثمن النهائي إما التركية إسراء يلدز أو المالية مارين كامارا. في رياضة التجديف الفردي، محمد الطيب وضعت القرعة في التصفية الثالثة مع مشاركين من الجزائر، هولندا، اليابان وبلجيكا. غدوة المنافسات نهار السبت 27 جويلية. وفي منافسات الزوج الخفيفة ثنائي خديجة الكريمي سلمى الذوادي وضعتهم القرعة في التصفية الأولى مع بطلات منتخبات الأرجنتين، بريطانيا، النمسا، إيرلندا واليونان. المنافسات يوم الأحد 28 جويلية القادم. نعاود نذكر أنه اليوم حفل الافتتاح انطلاقا من 6:30 متاع العشية. حاولنا نتصلوا بمبعوث الإذاعة التونسية إلى باريس، ثم صعوبات في الاتصال بسنين البرهوم. إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية التركيز وتسليط الضوء على آخر أخبار حفل الافتتاح وآخر أخبار البعثة التونسية اللي تشارك في الألعاب الأولمبية.
الأولمبية. هكا نكملوا أخبار الرياضة. أجمل تحية رفقي إلى اللقاء. فلاش سبور.